كلمني عن تكريمك واستاذ محمد صبحي كمان بيكرمك والاحتفاليه بشكل عام. والله الاستاذ محمد صبحي دايما يعني خبرته الكبيره وعامل تكريم للناس اللي اشتركت معاه كلهم، ودي حاجه تحسب ليه قوي قوي قوي، وبيجمعنا كلنا مع بعض. عائله ونيس كان لسه بيعرض وكانه لاول مره بيعرض، الناس وهي بتشوفه كانت متفاعله معاه ومتفاعله مع احداثه جدا، تبرر بايه اللي بعد السنوات دي كلها عائله ونيس بتتشاف كانها بتتشاف لاول مره؟ ما هي طول عمرها تتشاف لاول مره لانها بتعلم الناس ازاي يعني يعلموا اولادهم ازاي وفاهمهم ايه، فهتفضل طول العمر تعلم لانها قيمه. يعني ما فكرتوش تعملوا اجزاء جديده يعني حاجه بقى احداث في احداث كتير جدا وفي اجيال جديده؟ ما الاجيال الجديده بتتفرج على القديم كانه جديد لانه بيعلم الامانه والصدق وكل حاجه، وممكن يتعمل جزء تاني جديد بقى خالص على العولمه الجديده والاحداث الجديده. الاحداث الجديده اللي هي ايه؟ الموبايلات والحاجات دي والسوشيال ميديا. انت ايه رايك في السوشيال ميديا والحاجات دي؟ انت مالكش في السوشيال ميديا؟ لا ماليش، بس بيقولوا فيها اخبار غلط كتير. بعد الشر انت برضو كان في اخبار بيقولوا حضرتك تعبان وفي حد نشر ان انت جالك كورونا، ايه حقيقي ده؟ جات لي جلطه في المخ وجات لي كورونا، ده اللي كتب. فانا قلت الصبح وانا عندي مخ عشان يجيني جلطه؟ فضحك. بس انت الحمد لله بخير، ما فيش اي حاجه، كل دي مجرد شائعات. ما هي شائعات، ما السوشيال ميديا كل يوم الموت ولا مؤاخذه عادل امام وغيره وغيره وغيره. يعني تفتكر ايه الحل عشان نوقف الكلام ده؟ لا الحل ده يعني عايز تكنولوجيا تانية جديدة تحارب الحاجات دي. مين اللي يعرفها بقى؟ المتخصصين. صحيح. المتخصصين اللي يعرفوا يوصلوا ازاي للسوشيال ميديا ويمنعوا كذا ويمنعوا كذا ويمنعوا كذا. قولي حضرتك بتصور ايه دلوقتي؟ انا بصور فيلم مع دنيا سمير غانم اسمه تسليم اهالي. تسليم اهالي.